لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطور راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة احنا هنكمل محاضرات بإذن الله محاضرة العرض والتقديم المحاضرة التالية إن شاء الله بإذن الله، وأتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا من المحاضرة الأولى للناس اللي حضرت المحاضرة الأولى، وأتمنى إن الشباب اللي جاية تحضر معانا النهاردة المحاضرة التانية وأول مرة يحضروا معانا إن هم يستفيدوا على قد ما يقدروا النهاردة. وطبعا اللي ما حضرش المحاضرة التانية، المحاضرة اللي فاتت هي موجودة، الماتيريال بتاعتها موجودة على الجروب بتاعنا على الفيسبوك للي حابب ان هو يرجع ليها. بالنسبه للجروب بتاعنا على الفيسبوك انا هنزل لكم برضك اللينك بتاع الجروب بحيث ان حد اي استفسار او تساؤل ليه علاقه بالمحاضره اللي فاتت او حتى ليه علاقه بالمحاضره ديت هكون طبعا سعيد ان انتم تستفيدوا من اي حاجه ليها علاقه بالمحاضرات بتاعتي باذن الله. ده اللينك بتاع الجروب، ده برضك الاكونت الشخصي بتاعي للي حد عنده اي استفسار او تساؤل ليه علاقه بالمحاضرات اللي فاتت. تمام. بمنتهى البساطه ده كورس كامل عن مهارات العرض والتقديم. يمكن المحاضرات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن ازاي يخطط ويحط اهداف واضحه وصريحه لموضوع العرض، اي عرض تقديمي. تمام. فهو ده المحور اللي احنا اتكلمنا فيه المحاضره اللي فاتت، ازاي ان انا اعرف طبيعه الشخصيات الحضور اللي هيحضروا المحاضره وازاي اعمل لهم تحليل عشان اقدر اتعامل معاهم ازاي، وقلنا ايه هي المواد الدعم بتاعتي اللي انا ممكن استخدمها علشان تسهل لي المحاضره بتاعتي. ده كان بشكل اجمالي اللي احنا اتكلمنا فيه المحاضره اللي فاتت. النهارده باذن الله يا شباب هنكمل الكورس بتاعنا، هنكمل محاضراتنا باذن الله. طبعا احنا اتكلمنا المحاضره اللي فاتت في نقطتين اساسيتين، اساسيات العرض التقديمي، واتكلمنا عن تحليل الجمهور والمبيعات. النهارده هنتكلم عن حاجة من أهم نقاط مهارات العرض والتقديم، اللي هي إزاي أولاً أبني عرض تقديمي بشكل جيد، يعني إزاي أعمل برزنتيشن بخطواتها، وإزاي بقى يبقى ميكانيكية العرض التقديمي. النهارده بنتكلم أكتر بشغل اللي هو بنسميه الشغل التقني، اللي هو إزاي أعمل برزنتيشن مظبوطة واستخدم فيها ايه عشان اقدر بعد كده اعرضها على الناس. فهي دي، ده محور كلامنا النهارده، سواء بناء العروض التقديميه او ميكانيكا العرض التقديمي. طيب هنبتدي الاول ازاي ابني عرض تقديمي، اللي هي البرزنتيشن اللي انا بعرضها على الناس. الاول هرجع تاني اسال نفس السؤال، كم واحد فينا بيعرف يعمل برزنتيشن باوربوينت، ومين فينا ما بيعرفش يعمل باوربوينت برزنتيشن؟ شيماء، مش عارف ده صح ولا غلط. تمام، بتعرف. محمد بيقول ان هو بيعرف. كوثر بتقول اقدر ولكن مش بروفيشنال. تمام. فدوس بيقول انه بيعرف. احمد بيقول ما بعرفش بس يا ريت نتعلمها، ده اللي احنا هنتعلمه النهارده يا احمد. شوق بتقول يعني انا حلجاء بسيط، يعني تمام بشكل بسيط. صابرين بتقول بتعرف، كويس يا صابرين. تمام. طيب حد تاني فيكم ما بيعرفش يعمل، ما بيعرفش يعمل باوربوينت برزنتيشن؟ احنا النهارده عندنا اربع اهداف هنتكلم فيهم في الجزء الاول، اللي هو ازاي ابني عرض تقديمي، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه ازاي احط مقدمه
للعرض التقديمي بتاعي، وبالتالي اقدر الفت انتباه الجمهور. ده الهدف الثاني. الهدف الثالث ازاي انظم جسم العرض التقديمي بتاعي او المحتوى بتاعي، وازاي استخدم المقاطع الانتقاليه، يعني ازاي اتنقل من نقطه لنقطه. ورابع هدف لينا هو ازاي اختتم العرض التقديمي. هنبلور الاهداف دي في المواضيع الاربعه دول. ازاي ابني عرض تقديمي؟ ازاي احط مقدمه للعرض التقديمي بتاعي؟ وازاي انظم جسم العرض التقديمي؟ وازاي اخلي عندي الخاتمه خاتمه فاعله؟ الاول هنتكلم عن بناء العرض التقديمي. ازاي ابني عرض تقديمي؟ علشان ابني عرض تقديمي طبعا ان انا اكون منظم وانا بعرض، تمام؟ يعني كون ان انا منظم وانا بعرض ده شيء مهم جدا، لان التنظيم ده مهم، لان الجمهور الحضور اللي هو انتوا هتقدروا تتابعوا الموضوع ماشي ازاي. لكن لو انا دخلت على محاضره ومش عارف هبتدي ازاي وهتبتدي ازاي وايه الكلام احنا هنتكلم فيه النهارده، هتوه وبالتالي هفصل وبالتالي مش هفهم حاجه، تمام؟ عشان كده من مسؤوليات الشخص اللي بيقدم العرض التقديمي ان هو يساعد الجمهور، يساعد الحضور ان هم يفهموا العرض التقديمي من البدايه الى النهايه. وبالتالي كون ان انا ببني عرض تقديمي لازم ابقى حاطه بشكل منظم، حاطط عناوين رئيسيه، حاطط اهداف، حاطط مواضيع، تمام؟ ممكن تقول فكره البلاننج التخطيط، مظبوط، لازم اكون مخطط كويس قوي علشان ابقى عارف انا هقول ايه، ايه الاول، ايه الثاني، ايه الثالث. كون ان انا منظم ده هينظم الامور لدى الحضور، تمام؟ جوزة بتاكد ان انا بخطط الخطوط العريضه او الخطوط الكبيره، مظبوط كده يا جوزة؟ طيب ايه فايده ان انا انظم عرض تقديمي؟ يعني ايه الفكره؟ كون ان انا بنظم وبرتب واحط خطه للعرض التقديمي بتاعي ده بيأثر على قدره الجمهور بتاعي ان هو يفهم الرساله اللي انا بحاول اوصلها. هرجع تاني يا شباب، تمام؟ يمكن شو بتقول ان انا الفت الجمهور، تمام يا شو؟ وكوثر بتقول ان الناس هتقدر تفهمني كويس، ده مظبوط. ده شق ان انا الفت الناس اوصل الرساله. وهرجع تاني، ليست الفكره يا شباب ان انا اعمل عرض تقديمي او ان انا اعمل برزنتيشن، مش هو ده الهدف. لو فاكرين المحاضره اللي فاتت احنا قلنا ان ليس الهدف ان انا اعمل عرض تقديمي، الهدف من ان انا اعمل عرض تقديمي ان انا الرساله اللي انا عايز اوصلها توصل للناس. الهدف الرئيسي اللي انا حاطه هو ده الاساس. لكن لو انا مجرد ان انا حاطط برزنتيشن وعمال اتكلم وماسك المايك والناس مش فاهمه حاجه او الناس مش واصله لها اللي انا عايز اوصله، ولا اكني عملت حاجه. ان محمد بيقول ان التسلسل والشرح بطريقه سهله ولغه معرفه أو معرفه او معرفه اللغه، يعني انا هحاول اوصل يا محمد انت قلته ان انا ازاي اقولها بطريقه سهله وسلسه عشان توصل للناس والناس اتحدث بلغتهم، ما اتكلمش بلغه مش مفهومه، ده بشكل كبير جدا هيسهل على الموضوع، تمام؟ القوس بتقول ان انا انقل افكاري، انقل افكاري اللي انا حاططها او انقل الرساله اللي انا حاططها من المحاضره، وان انا اتاكد انها وصلت للحضور او وصلت للجمهور اللي حضر هذه المحاضره، تمام؟ يبقى ده شق ان انا اكون منظم، دي حاجه. الحاجه الثانيه، تخيل انت بتنظم منظم وعارف انت هتقول ايه وهتقول ايه الاول وجمعت الداتا او المعلومات اللي عنها، ده اكيد هيدي لك ثقه بنفسك، هتبقى عارف انت هتقول ايه، وده هيساعدك ان انت تقدم العرض التقديمي بتاعك بشيء اكثر طلاقه. على العكس انت لو مش مرتب نفسك، مش مرتب اوراقك، مش مرتب افكارك، هتقف انت مش عارف انت هتقول ايه، طب هكمل اقول ايه، صح؟ ومن هنا يا شباب لازم ان انا لما بنظم العرض التقديمي بتاعي
مش بس ان هو هيسهل لي على قدرة الناس انها تفهم الرسالة بتاعتي، ده كمان هيديني احساس بالثقة وانا بقدم العرض التقديمي بتاعي، وبالتالي هيخليني اكثر طلاقة واكثر ثقة واكثر قوة في العرض بتاعي. واضح؟ تمام كده؟ حد عنده استفسار في الجزئية دي؟ علشان ابقى ناجح، عشان ابقى ناجح، اكتر نقطتين بتولد مستوى عالي جدا من الاهتمام والاحتفاظ بالمعلومة هما البداية والنهاية. يعني وانت بتقدم عرض تقديمي كده تبقى عارف ان اكتر مرحلتين الناس بتركز فيهم معاك قوي والناس بتحتفظ بالمعلومة قوي هما بداية العرض التقديمي ونهاية العرض التقديمي. علشان كده لو انت المقدمة بتاعتك قوية هتخلي الناس مهتمة انها تسمعك، لكن ما ينفعش ان انت تبقى بدايتك ساترة، بدايتك هادية، بدايتك مش واضحة، مش معرف الناس انت جاي تتكلم على ايه. ومن هنا ممكن يأتي قرار الناس تسمع لك ولا لا. زي ما انت كده بتبقى قاعد في محاضرة، ممكن من بداية المحاضرة بتقرر كده لا انا هكمل المحاضرة دي، انا احب اسمع المحاضرة دي، او بتاخد قرار لا انا شايف ان هو كلام فاضي، كلام ملوش معنى، كلام مش مفهوم، انا مش هحضر او مش هتابع قوي اللي بيتقال. ومن هنا لازم تخلي بالك من بدايتك وانت بتتكلم، وتبقى برضك عندك المعرفة الكاملة ان استيعاب الناس دايما بيقل بعد كده. يعني وانت الاول بتبتدي فالناس تبقى مركزة قوي، مع الوقت استيعاب الناس بينزل طبيعي، وبعد كده بيعلى في النهاية، في نهاية العرض التقديمي. عشان كده بتركز قوي. طب علشان اخلي الناس استيعابها متجدد، فبلجأ بقى للمواد الدعم، للمؤسسات البصريه بتاعتي، علشان ازود من اهتمام وتركيز الحضور في اثناء المحاضره. وبالتالي يا شباب لازم ان انا وانا بحط العرض التقديمي بتاعي وانا بخطط ليه بخلي بقى لازم ادي مقدمه قويه جدا، نهايه قويه جدا، وفي النص بحط أوضاع أو عروض أو مواد داعمة تخلي الناس مركزة معايا ومتحمسة في كلامي. طب أي عرض تقديمي؟ العرض التقديمي بيتكون من إيه يا شباب؟ العرض التقديمي بيتكون من 3 أجزاء. أول جزء هو المقدمة. تمام؟ وده اللي أنا بقوله، ما إحنا يا جماعة هنقدم إيه النهارده؟ هنتناول إيه النهارده؟ وانتوا ليه جاي، وايه ايه الحاجه اللي انتوا المفروض تسمعوها النهارده؟ فدي المقدمه. تاني جزء اللي هو الجسم، جسم اللي هو المحتوى او النقاط الرئيسيه اللي هتكلم فيها، وممكن يقول هو في برضه مواد الدعم الخاصه بالموضوع، وفي النهايه هي الخاتمه، نهايه العرض التقديمي بتاعي. فدي ممكن فرصه ان انا الخص اللي انا قلته خلال التقديم. يعني بالتالي العرض التقديمي هو 3 أجزاء أساسية. مقدمة، ودي أنا بعرض فيها أو بأظهر فيها إيه الهدف من المحاضرة أو إيه الهدف من الموضوع اللي أنا جاي أتكلم عنه. الجسم ده بيحتوي على النقاط الأساسية، والخاتمة اللي هي ممكن تكون ملخص للي أنا قلته خلال العرض التقديمي. تمام؟ طيب ازاي احط بقى مقدمه؟ ازاي احط مقدمه؟ هسألك سؤال، الشباب اللي هي اوريدي عملت محاضرات او انها عملت برزنتيشن،
المقدمه اللي انت دايما بتستخدمها؟ يعني دايما بتحب تفضل تكتب ايه؟ تتكلم ازاي؟ انت دلوقتي مطالب تعمل دلوقتي محاضره او هتعمل برزنتيشن او هتقدم عرض تقديمي. انهي مقدمه انت بتفضل تشتغل بيها، تقدم بيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كده شو بتحط جمله بسم الله الرحمن الرحيم وتبتدي تخش على طول في الموضوع يا شو. هنا برضك عشان اوضح، ليست المقدمه هي اول سلايد انت هتحطه، مش شرط. يعني ده يعني انت في ناس بتحب انها تحط بسم الله الرحمن الرحيم، ده شيء كويس. فبتبتدي في عناصر، بتعرضي عناصر الموضوع. تمام كده؟ عاصم بيقول ان هو بيحاول ان هو يعرف عرف الموضوع لكن من طريقتي انا. انك بتحاول انك تعرف الموضوع. ماشي يا عاصم. ايه تاني؟ او حتى تصوركم. فردوس تقول ان انا ممكن اعرض قصه صغيره. تمام يا فردوس. وارد. شيماء بتقول ايه اللي يخليني اعمل يعني ايه اللي يخليني اعمل برزنتيشن او عملت ايه ليه البرزنتيشن؟ انت هنا بتتكلمي على انا بعمل برزنتيشن ليه، فده ما تخليكي يعني. السؤال الثاني يا نشوى، احنا بنقول ايه المقدمه اللي انا ممكن احطها في بداية عرض تقديمي ليا. تمام كده؟ يعني هنا يا شيماء أنا بقول أنت اسمك صح أو شامي. تمام كده؟ شيماء تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنا أبتدي بسؤال أسأل أنا إحنا يا جماعة اللي جايين النهاردة. تمام كده؟ أوكي دي طريقة شيماء. فردوس قالت إنها تبتدي بقصة. قصة صغيرة. تمام. عاصم قال برضه ممكن يطرح أسئلة على المواضيع اللي هيتطرق إليها في العرض. جميل يا عاصم. محمد بيقول أنا أكتب المقدمة، يعني بتخلي المقدمة كتابية وبتحطها في الموضوع يا محمد. محمد بيكتب دباجة بيقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الحمد لله القوي المتين القاهر الظاهر الملك الحق المبين، لا يخفى على سمعه خفي الأنين ولا يغرب عن بصره حلقات الجنين، ذل لكبرياء وجبابات السلاطين، وقضي القضاء بحكمته وأحكم الحاكمين، أحمده حمد الشاكرين وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تمام يا محمد. قرصة بتقول ان انا ممكن اكتب جمل صغيرة عشان يعني اعرف الموضوع او الصورة العامة اللي عندي عشان وبعد كده اسأل الناس على توقعهم ايه. تمام. شيماء بتؤكد كلام قرصة. تمام. طيب هقول لكم ايه بقى المقدمة. طبعا انا ليه بعمل مقدمة في الاساس؟ عشان تبقى الوصف الحتة دي مهمة جدا. انا بحط مقدمة عشان تعرف حاجة. رقم واحد ان انا اجذب الانتباه. اجذب الانتباه. يعني اقول لهم يا جماعه انا جاي اكلمكم النهارده عن موضوع وان الموضوع ده مهم ليكم ومتعلق بيكم انتوا. تمام؟ وهنشوف في اخر المحاضره احنا ممكن نتعلم ايه من المحاضره دي. فجذب الانتباه ده رقم واحد، ده الهدف. الهدف الثاني مصداقيه. المصداقيه دي هتيجي منين؟ بطريقة الاسئله والاجوبه اللي انتوا قلتوها، ان انا هيبقى في مشاركه مع الجمهور من حيث المعرفه والخبرات، خبرات شخصيه او خبرات مهنيه، فده هيعطي انطباع للناس وانا بتكلم معاهم ان انا لا حد فاهم، حد جاي يقول كلام مهم، وبالتالي ده احد الاهداف اللي انا بحطها من وضع المقدمه. النقطه الثالثه معاينه الموضوع والنقاط الاساسيه، ان انا بقول لهم يا جماعه النهارده هنتكلم عن واحد واثنين وثلاثه، ممكن واحد دي يبقى تحتيها عناوين فرعيه فهنتكلم في نقطه واحد واثنين وثلاثه.
فبدي صورة عامة، صورة كلية للموضوع ونقاطه الأساسية، وإحنا هنتكلم عن إيه النهاردة، تمام؟ وبالتالي هيعطي انطباع للحضور إن أنا حد منظم، إن أنا حد فاهم أنا بقول إيه. العناصر، مظبوط يا سوق، تمام كده. طيب إزاي أجذب؟ لو أنا عايز أجذب انتباه الجمهور عندي كذا طريقة. فكرة مختصرة، إن أنا أعدي فكرة وقصة، مظبوط يا نشوى. صورة كلية، برافو، ما أنتوا كلكم قلتوا كلام صح، إحنا بس بنرتب الكلام. طيب، إزاي أجذب بقى انتباه الجمهور؟ يعني أنتوا في ناس قالت أسئلة، صح؟ في ناس قالت قصة، برافو. النقطة الثالثة، وانتوا هي الكوتا اللي هي كوتس اللي هي حكمة، والحكمة معينة لها علاقة بالموضوع. أو بيان مذهل، خبر رهيب، خبر يشد الانتباه. أو خبرات الجمهور. أستغل أو أدخل خبرات الجمهور في الموضوع فده يجذب الانتباه. يبقى دول طرق جذب انتباه الجمهور. عشان اجذب انتباه الجمهور يا اما ادي لهم اسئله، يا اما احكي قصه، يا اما اقول حكمه، يا اما بقدم بيان مذهل، يا اما بسال عن خبرات هذا الحضور. تمام؟ كوثر بتقول ان انا اسال الناس عن عنوان الموضوع وايه هم ممكن يستفيدوا او يفهموا منه. تمام كده يا كوثر. لو خدنا نقطة نقطة، لو خدنا نقطة نقطة، أول حاجة السؤال. لما أجي أسأل بارك يا شباب لازم أسأل أسئلة ليها علاقة بالموضوع اللي أنا جاي أتكلم عليه، لأن ده هو فعلا اللي هيثير الفضول وهيثير اهتمامهم وهيثير تساؤلاتهم. ايه اللي انا جاي اتكلم فيه النهارده؟ ممكن اسال سؤال واحد او اكتر عشان اسحب الحضور بشكل اعمق للموضوع. يعني ابتدي اتكلم في اسال اسئله معينه تخلي الناس تركز قوي معايا. تمام؟ وعلشان اخلي الناس تفكر زي ما بتقول كوثر، وتفكر في الموضوع وافكاره ماشيه ازاي. بس علشان اخلي الناس تفكر بعد ما بسال بدي وقت ثواني معدوده عشان ادي فرصه للناس انها تفكر في الاجابه على السؤال، وبعد كده تجاوب هي على السؤال. بعد كده اجاوب انا على السؤال. يبقى الطريقه دي ان انا بعرض اسئله، بطرح اسئله للحضور، بقول لهم بسالهم يا جماعه انتوا زي ما احنا سالنا كده في الاول، انا ليه بعمل مقدمه؟ فكل واحد قال اجابه. تمام؟ فالأول أنا بسكت عشان تجاوبه، وبعد كده أقوم أنا قايل إحنا ليه بنعمل المقدمة؟ أو إيه أنواع المقدمة اللي أنا بعملها؟ وبالتالي ده شكل من طرق جذب انتباه الجمهور، لأن ده هيخلي الحضور يشاركني في المحاضرة. يشاركني في الموضوع اللي أنا بتكلم فيه. فدي طريقة. واضحة؟ بتخلق حاله من التفاعل، مظبوط يا محمد. ده من اقوى الطرق في ان انا ابذل انتباه الناس. لكن لو هنرجع تاني للمحاضره اللي فاتت، لما قلنا لو انا خدت المحاضره ان انا بس انا بتكلم ومفيش حد بيرد او مفيش حد بيتفاعل معايا، هرجع تاني ان الناس كلها هتنام. وبالتالي ده مش مطلوب خالص. الطريقة الثانية هي قصة. زي ما انت قلت واضح انا احكي قصة. بس وانا بختار قصة، بحكي قصة برضك ليها علاقة بالموضوع اللي بتكلم فيه. لما بحكي قصة، القصة بتعطي عنصر انساني في الموضوع. يعني انا مش بتكلم في موضوع ناشف او موضوع ما فيهوش ناحية انسانية، لكن لما ابتدي الموضوع بقصة
حصلت ده بيخلي الناس مركزه اكتر، بتثبت في افكارهم اكتر. تمام. احمد بيقول ان عامل الجذب عامل الجذب اللي كان ينتبه الجميع لما اسرد من قصص او روايات. مظبوط يا احمد. الدروس ممكن تتقال عن طريق القصه كما هي قصه. مظبوط. ممكن كمان ان استخدم القصه ان انا اخد خبره فلان حكاها. تمام. وبالتالي ده بيساعد الناس ان يبقى في نوع من مشاركه التجارب والخبرات الخاصه، وبتخلي الناس انها تركز قوي في الموضوع، وتخلي الناس، وده الطبيعي كبشر وكطبيعه بشريه، الناس دايما بتهتم بالقصص منذ الطفوله. منذ وقت الطفوله. احمد بيقول ممكن القي سؤال. قصدك يا احمد ان انا بدي سؤال، ولا انت عايز تسال سؤال؟ تمام. مدخل طبعا يا نشوى، ده مدخل حلو عشان ينتبهوا، لان احنا قلنا دي كلها طرق من وسائل انتباه الجمهور. ما احنا قلنا اول طريقه يا احمد، ان اول طريقه عشان اجذب انتباه الناس ان انا القي اسئله. ممكن ادمج اسئله مع قصه، ولا بالطبع ان انا اقول اسئله وبعد كده احكي قصه ليها علاقه بالموضوع. فدي كلها طرق علشان اجذب انتباه الحضور، اجذب انتباه الجمهور الخاص بي. تمام. تمام شباب، واضح؟ تمام. اوكي. طيب الحاجه الثانيه، تمام، ما ولا يهمك خالص يا احمد، ولا يهمك. اوكي. طيب المهم يا شباب، طيب يبقى عندنا قصه قلناها، قلنا اسئله. النقطه الثالثه حكمه. بقول حكمه، الحكمه دي بتوفر برضك طريقه مثيره للاهتمام عشان افتح عرض تقديمي. ممكن اختار اقتبس مقوله لكاتب شهير او سياسي او فيلسوف او خبير في المجال. ده شيء مطلوب جدا ان انا بستخدم هذه الطريقه. بس اتاكد ولما بستخدم حكمه ان انا هتكون قصيره، سهله الفهم، تتعلق بالموضوع ومثيره للجمهور. زي عمنا دوت اللي هو بيحكي، وده يعني حكمه قالها واحد من دكاتره الجامعه اسمه جون سويلرز، بيقول ان هو the use of the PowerPoint presentation has been a disaster. It should be detached. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ هو بيقول انت لما تستخدم PowerPoint، استخدامك للPowerPoint presentation اللي هو العرض التقديمي عن طريق برنامج الباوربوينت، دي كارثه يجب ان تتخلص منها. يعني ايه هنا معنى تتخلص منها؟ يعني انت تقولها. طول ما انت ما قلتهاش فهي كارثه، طول ما انت ما اتكلمتش بيها فهي كارثه. لكن لو انت طلعتها، القتها، عرضتها على الناس، انت تخلصت منها، ما بقاش ما بقتش كارثه، بقى الموضوع بسيط، ده الموضوع سهل، واصبحت ان انت بتعرف ان انت تتكلم بهذا الشكل عليه. دي احد الحكمه ليها علاقه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو معارضه العرض والتقديم. اوكي. احمد بيقول يجب ان يكون هناك نوع من التفاعل بين الراوي القاص وبين الراوي. ده اكيد. الايماءات والحركات. تمام. انت طالما انت بتحكي قصه يا احمد او بتحكي كلام، ده الطبيعي وده اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، يجب ان يبقى في توافق ما بين اللي انا بقوله واللي انا بعرضه. ما ينفعش ان انا بعرض حاجه وانا ما بستخدمش الحركات والايماءات الملائمه للكلام اللي بقوله. تمام. اها كوثر بتقول ان مش سهل ان انا افهم الكوتس عشان هي مكتوبه بالانجلش، ولا علشان طبعا لو انا بس هي كترمينولوجي انجلش سهله. تمام. الحكمة تخلي الناس تثق في كلام المحاضر. مظبوط يا نشوى. لا خالص، هو مش ضد العرض التقديمي. هو بيقول ان يا جماعة لو انت
عملت برزنتيشن وانت بتكتب البرزنتيشن هي بالنسبه لك دي كارثه، انك تعملها تستخدمها دي كارثه. مجرد ان انت تخلصت منها، مجرد ان انت قلتها، مجرد ان انت القيتها، هو ده اللي بيخليها مش مشكله، هو ده اللي بيزيل عنها فكره الكارثه. بس هو ده كان قصده من الحكمه يا كاست. احمد حيان بيقول ان الحكمه ضاله المؤمن، ده اكيد يا احمد. طيب النقطة اللي بعد كده لازم على المقهى دايما السطور، على حتى وانت بتقدم يا اما تجيب حكمه واضحه وصريحه، يا اما لما تستخدم حكمه ازاي تقرا ما بين السطور، لان ممكن يبقى الكلام مش مفهوم، فلازم طبعا بس اسهل لك انك تدور على حكمه سهله، ده الافضل يعني طبعا. بيان مذهل، يعني ايه بيان مذهل؟ ان انت تقول مقدمة ليها علاقة بالناس، رقم احصائية غريبة، تجربة غير عادية، او وصف حي لبعض المشاكل المتنامية. وبرضك لازم يكون ليه علاقة بالموضوع، يعني مثلا زي عمه دوت هو بيعرض في الشركة بيقول يا جماعة احنا عندنا اخبار كويسة، احنا قدرنا ان احنا نقلل عدد الوظائف اللي فقدت خلال الشهر اللي جاي، يعني كان دايما الشركه دي بتخسر، او كان ناس كده بتتعرض لبطاله، هم قللوا نسبه البطاله، فده خبر كويس. تمام؟ اوكي، بس فهو بيعرض ده دريم، بس ولكن هو مش حلم قوي يا كوثر، ولكن احنا بنتكلم ان ده وارد جدا جدا. انت ده احمد بدر لسه كان بيتكلم عن دور القصه، ان هو لازم طبعا يكون فيها قصه مثيره، فيها نوع من الاثاره، عقده وحل، ولكن انا مش عايز يا احمد انا ابالغ قوي في القصه، انا عايز قصه صغيره توصل لي المعنى اللي انا عايزه وتوصل للهدف المطلوب. تمام؟ طيب اللي بعد كده اللي هو تمام خبرات الجمهور. خبرات الجمهور ايه؟ ان انا عشان ممكن افهم انتباه المشاهدين، ان ايه علاقه الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه ده في حياتكم؟ وهل هو مؤثر ولا مش مؤثر؟ كده كونك انت بتحاول تخلي بقى الحضور بتوعك هم اللي يتكلموا، هم اللي يتناقشوا، هم اللي يقولوا، هم اللي يقولوا افكارهم، ده بيزود من انتباه الحضور بشكل كبير جدا ليك وبشكل كبير جدا لمحاضرتك، وبالتالي بيخلي حاله من الحماسه تجاه الحوار اللي انت بتتكلم فيه. فدي كلها طرق ازاي ان انت تجذب انتباه الحضور. يبقى اتكلمنا ان انا ممكن اتكلم في قصه، اسال، اقول حكم، اعمل بيان مذهل، اتكلم في، استفيد من خبرات الحضور، كلها طرق لجذب الانتباه. فردوس بتقول ان انا لازم ان انا اربط الموضوع بالواقع الذي اللي بنعيشه، ده اكيد يا فردوس، ما انا مش هتكلم في خيال. لازم وانا بعرض فكره لازم تكون بناء على واقع. تمام؟ او حتى يبقى فكره تخيليه ولكن مقبول ان انا اتقبلها. اوكي؟ فدي كلها طرق المقدمه. طرق بستخدمها في المقدمه بتاعتي عشان اجذب الانتباه. اوكي؟ طيب النقطة الثانية أو الموضوع الثالث في الحوار بتاعنا بتاع الجزء الأولاني، إن أنا إزاي بقى أنظم جسم العرض التقديمي. الله يكرمك يا مايا، ده من ذوقك. اوكي؟ طيب ازاي بقى انظم جسم العرض؟ انا كده كانت قلت مقدمه زي الفل، انا راجل جامد، حكيت قصه، وريتهم، عرضت، سالتهم اسئله كبيره جدا، خلاص الناس ركزت، دخلت بقى في الموضوع. اوكي؟ ازاي انظم جسم الموضوع؟ في كذا طرق من هنا بنظم المحاضره بتاعتي. يا اما اعمل تنظيم،
المشكله والحل، ان انا بعرض وبقدم حلول ليها. تمام. ان انا عندي تنظيم زمني اللي هو تتابع احداث تحكيه، او تنظيم سبب ونتيجه، اكشن اند رياكشن، يعني في حاجه حصلت ودي نتيجتها، او تنظيم مكاني، ترتيب اوضاع، ترتيب افكار، بس كل حاجه في مكانها، او تنظيم موضوعي. ايه الكلام الصعب ده؟ طب ناخد واحد واحد عشان نفهمه. اوكي. طيب تنظيم المشكله والحل. انا بعمل محاضره او بعمل موضوع، الموضوع اللي انا بتكلم ده فيه مشكله، مشكله بطاله، مشكله عماله، مشكله ازمه في المرور، مشكله انت مسؤول انك تحلها وبتعرضها في عرض تقديمي وبتعرضه للناس، او حتى مشكله مجتمعيه. جميل. فهنا انت عندك في جسم البرزنتيشن، انت خلاص عملت مقدمه، خلاص احنا دلوقتي بنتكلم في الجسم، هنا بتبقى عندك نقطتين اساسيتين. النقطه الرئيسيه الاولى هي مناقشه المشكله، انك بتقول يا جماعه احنا عندنا المشكله الفلانيه، المشكله دي اسبابها 1 2 3، عندنا حلول، ده حجم المشكله، تصور المشكله، ايه الدوافع اللي ادت لحدوث المشكله، كل الكلام ده بقوله. وبعد كده بدي حلول للمشكله في النقطه الرئيسيه الثانيه. طيب في طريقتين وفي اسلوبين. في ناس بتحب تركز قوي 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 انها تركز في المشكله وخطوره المشكله، وبالتالي تبقى معظم البرزنتيشن، معظم العرض التقديمي عن المشكله وخطورتها، ويصير جزء صغير قوي للحل. هدي مثال، برامج التوك شو، يعني الناس اللي بتحب تتابع التوك شو واللي هي الحوارات اللي تيجي في التلفزيون، ممكن الحلقه اللي هي 3 ساعات او ساعتين يحكي لك المشكله لدرجه ان انت يجي لك ياس ويجي لك احباط ويجي لك اتصال من الدنيا سوداء، وان الكوارث كلها بتحصل في نفس اليوم. وممكن بقى في الاخر خالص في اخر الحلقه يدي مثلا يقول لك ايه، او يقول بيأفوره على راي نشوه، ويجي بقى في الاخر بقى يجي بقى عند بتعمل ايه. طب ممكن حضرتك سريعا بقى تقول لنا حل المشكله؟ تلاقي برامج كتير قوي تلاقي يقول لك ايه، يفضل نحكي في المشكله ونستفيض في المشكله و و و, و فروم اوفر. مظبوط يا كوثر. كل ده يفضل يحكي كتير لدرجه ان انت فعلا تسود الدنيا في عينك. بعد كده يقول لك ايه، طب لو سمحت يتكرم ضيفنا الكريم، طب حضرتك ممكن تقول لنا قدامنا 5 دقائق، طيب ممكن في خلال 5 دقائق دي تقول لنا ايه الحلول؟ تمام؟ دي طريقه. طبعا انا يمكن انا من الشخصيات اللي ما بتحبش الطريقه دي، لان احنا مش بس انها كئيبه، ولكن هي فعلا بتخلي الناس تركز اكتر في المشكله اكتر ما بتركز في حلول المشكله. تمام؟ يمكن احنا بنقول يجب ان يكون هناك المام كامل بالمشكله، وهل هي متوقعه في خطه العمل ام هي لم تكن متوقعه؟ ده كلام جميل جدا يا احمد، ولكن لما يكون في توازن في عرض المشكله ووضع حلول لها، مش التركيز والتعميق وان انا اخد وقت كبير جدا في عرض المشكله، وفي اخر تو سلايدز او اخر حاجه هتكلم فيها بدي حل سريع جدا ممكن يطبق او لا يطبق. فهي طرق كثيره يجب ان انا اتخذ الانسب منها. في حد تاني بيعمل العكس تماما، ان هو يركز اكتر في التاكيد على الحلول او طرح الحلول، وان هو يقضي المزيد من الوقت في مناقشه النقطه الرئيسيه الثانيه اللي هي الحل. دول يعني اللي هو نظريه جرنان الجمعه، لو الناس اللي بتتابع جريده الجمعه بيبقى في مشكله ويقعد بقى، ممكن المشكله تبقى سطرين ثلاثه وتلاقي حل المشكله 3 صفحات. هنا هو بيركز اكتر على ايجاد الحلول او وضع بدائل او وضع سيناريوهات لحل هذه المشكله او المعضله.
تمام. كان بيدعي على موضوع التوكسون، هو بيبيعه الوهم الكبير. تمام. نفس ما قلت، بعرض المشكله بطريقه مبسطه وتفاصيل دقيقه ونعطي الوقت كله لاقتراح الحلول. ده طريقه جيده يا نشوى. كوثر بتقول لازم ان احنا نركز على الهدف من المحاضره والرساله اللي انا عايز انقلها، ده اكيد ده الشكل الرئيسي يا كوثر. لكن انا بعرض مشكله، وهذه المشكله انا محتاج ان انا اعرض فيها حلول، زي ما احنا اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت ان في احد انواع العروض التقديميه هو حل مشكله او اتخاذ قرار. فهنا بستخدم هذا التنظيم في جسد المحاضره. فده طريقه، هذه الطريقه واضحه ليكم، عرض مشكله ووضع حلول. هذه الطريقه واضحه ليكم وسهله ان اطبقها. اوكي. طيب التنظيم الثاني هو التنظيم الزمني. يعني ايه تنظيم زمني؟ طارق احمد بيعلق على النوع الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه، هو تنظيم المشكله وحلها، ان هو عمل فريق عمل متكامل على درايه بهذا النوع من المشكله، تقييم المشكله ونوع الخسائر وحجمها وكم المده الزمنيه لحلها. تمام يا احمد. قوسه بتقول ان انا ادي كل حاجه وقتها. هل انت بتتكلم على التنظيم الزمني يا قوسه ولا لا؟ لو بتتكلم على التنظيم الزمني، لا التنظيم الزمني مش قصده كده خالص. التنظيم الزمني ان انا بقدم نقاط رئيسيه، لكن هذه النقاط الرئيسيه ليها تسلسل زمني. يعني مثلا بعمل محاضره تاريخيه، بتكلم عن قصة حرب، فبالتالي بقول الأول إن في إعداد للمعركة، بعد كده المعركة نفسها، طب إيه الأحداث اللي حصلت فيها، طب إيه النهاية. أو زي القصص التاريخية، الكتب التاريخية، السلد هنا بس بيبقى في طريقة سلد زمني. تمام. تنظيم الأفكار. تمام. ازاي اتنظمت هذه الافكار؟ التفاصيل حسب الترتيب الزمني. مظبوط جدا يا نشوى، واضح كده. يبقى انا كده ده النمط اللي انا بعمله عشان بشكل افضل الاحداث او الخطوات في انجاز عمليه ما، وبالتالي استخدامه للمضي قدما عبر الزمن. فدي طريقه زي ما انا بعرض حاجه ليها علاقه بوقت زمني. ممكن مثلا بعرض وضع شركه، فبقول يا جماعه الشركه تم تاسيسها في 99، بدانا انتاج سنه 2000، الشركه نموها تطور من 2001 ل 2010 بالشكل دوت، من 2010 هنا بتكلم بشكل زمني. بالظبط، بايوجرافي او شكل تاريخي او شكل تسلسل زمني او سيري زي ما بيقولوا كده. مظبوط يا جماعة. في تنظيم تاني اللي هو سبب ونتيجة. السبب والنتيجة زي فاكرين لعبة الدومنة كنا بنلعبها واحنا عيال صغيرين، ان انت تحط دومنة ورا بعض ومجرد بس ما تخبط اول واحدة كله يتكرر بعديها، صح؟ هي نفس الفكرة. أي حاجة في الدنيا ليها سبب. تمام؟ أي حاجة بعملها في حياتي أو أي نتيجة أو أي تأثير في حياتنا هو له سبب. فزي ما بيقولوا كده، إذا عرف السبب بطل العجب. لو أنت عارف إيه سبب الموضوع ده هتعرف الموضوع، يعني الموضوع سهل، ما فيهوش أي تعجب أو ما فيهوش أي اختلاف. أحمد كان بيضيف إن هو يجب أن يكون هناك نوع من الدقة والضوابط لكي نسير عليها في عملنا حتى لا يحدث خلل وفق ضوابط القوانين التي تحقق نجاح العمل او تحقق النجاح. تمام طبعا يا احمد. طيب هرجع تاني في السبب. انا كده برضه ما بين حدثين، حدث
حصل ونتيجه تمت. ومن هنا هنا اللي بتكلم، انا بقول يا جماعه لو ذاكرت هتنجح مثلا، يعني المذاكره تؤدي الى النجاح، الاجتهاد يؤدي الى التفوق، في سبب وفي نتيجه. او اقول ان في اسباب حدثت ادت الى مشكله، في تخبط سياسي اقتصادي فاحوال البلاد العربيه بتنهار، هنا في سبب وفي هنا نتيجه، في سوء اداره ففي عدم انتاجيه، سبب ونتيجه، في تضخم في عدم في بطاله فبالتالي اوضاع اقتصاديه سيئه، سبب ونتيجه. فهنا بقى في اسباب محطوطه وفي نتائج متوقعه، ده برضه تنظيم من التنظيمات اللي احنا بنتكلم فيها في جسم العرض والتقديم او العرض التقديمي. في بقى التنظيم المكاني، ان انا بحط النقاط الرئيسيه الخاصه بالموضوع وفقا للمكانه بتاعتها او للمكان بتاعها، يعني كل نقطه رئيسيه في العرض التقديمي بتاعتي ليها مرتبطه بالموقع الجديد بتاعها، وبالتالي انت بتحط تصور كده. زي مثلا بتقول ان انا بتشرح انت راجل مثلا مسؤول عن الهيومن ريسورس الموارد البشريه في الشركه، وبتقول للموظفين القدد ان الشركه دي فيها اقسام، قسم واحد وقسم واحد ده في فلان الفلاني، ده قسم الماليه في باشمهندس محمد واستاذ حسن، قسم التسويق في دكتور ابراهيم ودكتور حافظ. هنا اكنك بترتب كروتك، بتقول ان فلان في المكانه دي او الموضوع ده في هذه المكانه، فده اسمه تنظيم مكاني، بتضع كل شخص او بتضع كل موضوع في مكان. هيكل اداري، مظبوط يا محمد؟ فدي انا بستخدمها لو انا مثلا بعمل عرض تقديمي لهيكل شركه او لهيكل وزاره او هيكل اداري، اي هيكله عموما ممكن استخدم هذا الطريقه اللي هو التنظيم المكاني في العرض. في بقى التنظيم الموضوعي، وده بيبقى غالب اكتر، اللي هو بيبقى عندي مواضيع بحطها في نقاط رئيسيه، وممكن النقاط الرئيسيه دي تتقسم لنقاط فرعيه، تمام؟ وبالتالي ده الابسط انواع التنظيمات عموما. يعني انت هتلاقي معظم كده دايما كده المحاضرات او معظم العروض التقديميه بيبقى بيقول لك ان انا هتكلم النهارده في الموضوع الفلاني، والموضوع دوت في نقاط ا وب وج، ويبتدي يشرح كل نقطه على حده. ده هو التنظيم الموضوعي. واضح كده؟ طيب، هل انا حطيت نقاط اساسيه؟ وطبعا بقى يعني اتكلمت عن المشكله واسبابها، اتكلمت عن السبب والنتيجه، اتكلمت عن تنظيم زمني، اتكلمت عن مكاني، التنظيم اتكلمت عن تنظيم موضوعي، حلو كل الكلام ده. في حاجه اسمها مقاطع انتقاليه، يعني بتنقل من نقطه لنقطه، من النقطه الاولى للنقطه الثانيه، تمام؟ فبستخدم ما يسمى او ما يطلق عليه مقطع انتقالي. طب انا ليه بستخدمها؟ لانها بتساعد الناس، بتساعد الحضور انها تتابع التدفق بتاع العرض التقديمي بتاعي. ممكن تكون عبارات بسيطه، ممكن تكون مراجعه اللي انا قلته، ممكن تكون بدايه اللي انا هقوله. وابسط انواع المقاطع الانتقاليه ان انا الخص النقطه اللي انا شرحتها وابتدي اعرض النقطه اللي انا هقولها، فده بيوفر للحضور بشكل كبير جدا احنا ماشيين ازاي، بنتحرك ازاي. يعني مثلا بقول لهم يا جماعه احنا اتكلمنا في الجزء الاولاني من المحاضره عن ازاي انظم عرض تقديمي، وان عشان العرض التقديمي ده يبقى ناجح لازم يتكون من ثلاث نقاط اساسيه. اول حاجه اتكلمنا فيها هي المقدمه، وقلنا انواع المقدمات
عشان اجذب انتباه الحضور، بعد كده بتكلم عن تنظيم جسد العرض التقديمي، ودلوقتي يا شباب هنبتدي نتكلم عن ازاي اختم العرض التقديمي. ده اسمه مقطع انتقالي، لان لو في واحد تايه، لو حد مش مركز منك، لو حد سقط منك، لما انت بتعمل هذا المقطع الانتقالي بترجعه تاني يركز معاك، بترجعه تاني يفهم الموضوع ماشي ازاي، بحيث ما يقعش منك حد، ما يقعش منك حد من الحضور. وبالتالي بقى هننقل بقى للخاتمه. تمام. من خبرات الناس اللي عملت محاضرات او عملت برزنتيشن، اي طرق الختام انت بتستخدمها؟ احنا اتكلمنا في المقدمه، الناس بتبتدي المقدمه انها تسال، انها تحكي قصه. احنا يعني كانت معظم محور اجاباتكم فيه او ان هو يعرض العناصر الاساسيه. طب انت لما تيجي تختم بقى، لما تيجي خلاص انت قلت المقدمه، عملت العرض التقديمي بتاعك باي تقسيم بقى انت حبيت تقسمه، كيف تنهي المحاضره او كيف تنهي العرض التقديمي؟ محمد بيختمها بالتقييم، ان هو بيقيم ما تم. تمام يا محمد؟ كوثر بتقول ان هي بتعمل تلخيص، بلخص اللي انا بعمله في شكل حكمه او في شكل قصه. تمام؟ يعني هي بقى تلخيص بيحوي قصه او حكمه. تمام يا كوثر. او ان انا اسال الناس هم ايه اللي اتعلموه من الدرس على سبيل المثال. تمام. يمكن يبقى كوثر قالت انا يا اما بعمل ملخص بحتويه في صوره قصه او حكمه، دي طريقه، او ان انا اسال الناس انتوا استفدتوا ايه النهارده. ده طريقه ختام كوثر. بعيد الشباب. محمد بيقول استخلص ما فعلته بصوره جيده وايجابيه، احدد ما هي الجوانب التي لم تكن فاعلا او موفقا فيها، استخلص زيارات ومؤشرات ذات معنى من ردود افعال المشاركين ووجهات نظرهم، احاول ان انا استفيد من هذه المؤشرات والدروس المستفيده في تحسن عروضك القادمه. محمد هنا بيتكلم ان هو انهى المحاضره بشكل تقييمي، ان هو يا جماعه احنا خلصنا النهارده، فانتوا ايه رايكم في المحاضره؟ ايه وجهه نظركم؟ ايه اللي شايفينه ممكن نعمله عشان نحسن المحاضره المره الجايه؟ فدي طريقه محمد بيستخدمها. نشوه بتقول انها ممكن تاخد اراء الناس على الموضوع اللي هي حكته. تمام. دعاء بتقول صوره من منظر طبيعي. هنا دعاء بتقول ان هي ممكن تستخدم صوره من منظر طبيعي، هي هتستخدمه كخاتمه للموضوع. فردوس بتقول اسالهم رايهم في المحاضره ومدى استفادتهم منها. تمام. ها حد عنده اراء اخرى؟ كامل بيقول في توقعات. تمام. تمام يا عاصم، اكتب بالعربي او اكتب بالانجليزي. اوكي. تمام. اها. أما مايا بتقول استخلاص الافكار لحل المشكله المتقدمه والبدء في التنفيذ. حاجه جديده خالص ما هي بتقولها، ان هي ان انا بقى اقول طلع ايه الافكار اللي احنا خلاص قلنا حلينا مشكله، دي بقى ايه نشتغل في التنفيذ. جميل جدا يا مايا.
احمد بيقول نطق لكل شخص ورقه يعبر فيها عن جوانب النقص والكمال في المحاضره وما يعلوه ويعجبه. هنا انت بتتكلم يا احمد على التقييم. تمام. عاصم بيقول الخاتمه تكون حسب الموضوع اللي انا اخترته. تمام. عاصم سبها مفتوحه شويه. طيب حد عنده اضافه على ما سبق؟ واضح؟ واحد بتقول تعتقد ان هو مش من كويس ان انا اسال الناس او ممكن هم في ناس ما تقبلش هذه الطريقه. دي وجهه نظر دعاء، ان هي شايفه ان الاسئله ممكن ما تعجب، يعني مش كل الناس تتقبل هذا. ده وجهه برضك يا دعاء. عشان بقى نجاوب على السؤال الاول، ايه الفكره، ايه وظيفه الخاتمه؟ ممكن او استخدم ازاي؟ ايه الطرق او وظائف الخاتمه؟ اول حاجه ان انا هاشير ان انا خلاص بخلص. يعني اول خطوه كده ان انا بقول لهم يا جماعه وفي النهايه وفي الختام هنتكلم عن كذا. هنا بدي حق للناس ان انا بنهي. او تشجيع الفعل، وده قالته مايا. او تلخيص فيل. او نداء من اجل العمل، هي دايما نفس الاولانيه لها. او غلق العرض التقليدي. طب واحده واحده كده عشان نفهم. ماشي. اشاره الى الاستنتاج او الخاتمه، بقول لهم يا جماعه كده احنا خلاص بنخلص. فبدي مؤشرات للناس ان انا قربت اخلص المحاضره. زي ايه؟ زي ما بقول كده وفي الختام، او في نهايه المحاضره يا جماعه، او ان احنا اتكلمنا في الموضوع دوت وفي نهايه الحديث. اي جمله من الجمل دي بتعبر للناس ان انا خلاص في النهايه. طب ليه؟ هنرجع تاني لاول نقطه. او فاينلي زي عربي كوثر اللي هو في النهايه. هرجع تاني، احنا قلنا ان مستوى انتباه الحضور بيزيد في المقدمه وفي الخاتمه. فكون ان انا بديهم ايحاء ان انا خلاص بنهي، ده بيرفع تاني مستوى التركيز. وبيرفع تاني مستوى الاحتفاظ بالمعلومه. لان انا خلاص ادركت ان انت في ختام العرض التقديمي. اوكي؟ بس يا ريت ما تقولش عباره ان انت انا طبعا معلش يا جماعه طولت عليكم، او ان المعلومات كانت كتيره، او ان ما كنتش ضيعت وقتكم. هذا الكلام مرفوض، لان ممكن ينطبع عند الحضور ان انت فعلا طولت، وانت فعلا ما كنتش ما طولتش ولا حاجه، او ان انت اديت لهم معلومات كتيره وهم مش حاسين بده، هتديهم ايحاء بده. فلا، ما تستخدمش اي عباره تظن ان انت طولت لا في الوقت ولا في الموضوع. وتحاول ان انت تستفيد من اهتمام جمهورك المتجدد ان انت تلخص النقاط الرئيسيه الخاصه بالموضوع. اوكي؟ كوثر بتقول لازم يعرفوا احنا فين في العرض التقديمي، وان انا ما اقفلش فجاه. ده مطلوب جدا. يبقى الطريقه دي ان انا باشير خلاص خلصنا. لا تمام. لازم ان انا ادي لهم ايحاء ان احنا خلاص يا جماعه، يعني احنا ده في الختام وفي النهايه، ده لازم اقول الكلام ده. بالظبط. احنا مستنيين ايه بالظبط؟ لا، لازم ان انا بضع بعض الكلمات تقدر توضح الكلام ده. محمد بيقول لا تستخدم لازمه لفظيه معينه، زي جدا طبعا. واخدين بالك، واخد بالك معايا، فاهمين ازاي؟ تمام. كل الكلام ما تاخدش دايما في لازمات تبقى قاتلة وتخلي الناس تركز في اللازمة أكتر ما بتركز في اللي أنت بتقوله. يمكن ده إحنا هنقوله إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية، اللي هو اللي ده الواحد يركز في إيه هو اللي بيقوله في المحاضرة، إن ده شيء مهم جدا جدا. يبقى دي أول طريقة أنا بختم فيها، إن أنا أشير إلى الخاتمة، أشير إلى الاستنتاج، أشير إلى نهاية الموضوع. طيب
طريقه ثانيه من الطرق ان انا اشجع الفعل. يعني ايه اشجع الفعل؟ لو انا بقدم عرض تقديمي اقناعي ان انا ببيع فكره او ببيع منتج، فلازم اتاكد ان في نهايه العرض التقديمي هو نداء اخير ان الناس دي تشتري الحاجه اللي انا بعتها، سواء بعت فكره، بعت منتج، بعت طريقه، بعت خدمه، ايا كان، ده عرض تقديمي اقناعي. الهدف منه ان انا اقنع الناس بشيء، بفكره، باسلوب، بسرعه. فلو انا في النهايه ما اكدتش ان هم لازم يشتروا الحاجه ديت او اقتنعوا فعلا بالحاجه ديت، يبقى انا فشلت في العرض التقديمي. فلازم تاني اركز، طالما ان انا عندي العرض التقديمي اقناعي، ان انا بوجه نداء اخير عشان احصل على فعل للشيء اللي احنا اتفقنا عليه، الشيء اللي انا كنت عمال اقنعهم بيه. اوكي، زي كده مثلا ايه، تفضل تدي محاضره يا جماعه احنا لازم نذاكر وننظم وقت المذاكره و و و و حلو. طيب اتفقنا على ايه؟ ان احنا نذاكر. جميل، يبقى انت كده بتؤكد على الفعل. لكن ما ينفعش ان انت تفضل تشرح 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 واهميه المذاكره وزي الفل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازاي يعني؟ ازاي؟ تمام؟ بتبيع فكره كملها، يعني انت عمال تتكلم وتنتع في صوتك وعمال تقول وتزيد، ويا جماعه والمذاكره واهميه الدراسه وان انت تحاول وتعافر يا 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 فجاه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني على فكره الخاتمه دي تنهي كل اللي انت قلته. تمام؟ ممكن يعتقدوا، لا هو على فكره ممكن مش هيعتقد خالص، هو ولا قلت حاجه، لانك لم تؤكد في الختام على ما تريد. حكيت وقلت كل حاجه بس جيت في الاخر سكت، انتهت. هرجع تاني اقول، اعلى درجات التركيز في اي عرض تقديمي هو المقدمه والختام. تمام؟ ما ده كلامك مظبوط يا عاصم، احنا اتفقنا ان انت فكره ان كل موضوع يبقى ليه خاتمه، ده اكيد. فردوس بيقول لازم ان انا امهد للخاتمه، ده اكيد يا فردوس، ده كانت الطريقه الاولى ان انا بمهد ان انا هختم. تاني طريقه ان انا بشجع الفعل، ان انا بقدم عرض تقديمي اقناعي، فيجب ان انا بوجه نداء اخير، احنا يا جماعه هنعمل كذا، اتفقنا النهارده هنعمل 1 2 3، متفقين؟ متفقين، يبقى انا كده نجحت. طب لو انا بقدم عرض تقويمي معلوماتي او تعليمي، بحاول بقى زي ما انت قلت كده ان انا استخدم هذا القسم اللي هو الختام، ان انا اركز بقى ايه اللي احنا اتعلمناه النهارده وايه اللي احنا ما اتعلمناهوش، او ايه اللي انتوا عايزينه في المحاضره الجايه عشان نستفيد اكتر. وبالتالي دي طريقه ثانيه علشان ان انا اشجع على الفعل، سواء ليا او للحضور، سواء ليا او للحضور، فده شيء ضروري جدا جدا جدا. طريقه ثالثه هي التلخيص، ان انا استعرض النقاط الرئيسيه اللي انا اتكلمت فيها. انا خلاص عرضت الموضوع، عرضت المحتوى، كل حاجه، وبختم بقى النهارده. اتكلمنا، ابتدي اقول بقى النهارده يا جماعه اتكلمنا عن النقطه الاول، اتكلمنا ان انا ازاي انظم عرض تقديمي، ازاي اتكلمنا ازاي احط مقدمه فعاله، ازاي انظم جسم المحاضره، وازاي ان انا احط خاتمه جيده. بستعرض النقاط الرئيسيه. تمام؟ ولو احنا اتفقنا على شيء اكرر الاقتراحات او الافكار او الاراء اللي احنا اتفقنا عليها.
وازاي واذكر الناس باهميه الموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه، وان هو قد ايه هيفرق معاهم وقد ايه هيبقى مؤثر في حياتهم. بالتالي ده طريقه التلخيص. التلخيص هو استعراض النقاط الرئيسيه اللي انا اتكلمت فيها. نداء من اجل العمل، ان انا يعني هي قريبه من النوع الثاني، ان انا برضك اللي هو الاقناعي، ان انا اتفقنا على نقاط اساسيه يا جماعه هنبتدي نشتغل 1 2 3 ف نداء اخير للعمل. طب هراجع بقى الخطوات اللي هم هيعملوها، بسالهم يبقى احنا اتفقنا يا جماعه هنعمل ايه؟ هنعمل 1 و2 3. متفقين؟ متفقين. نشتغل من امتى؟ من بكره. اوكي. طب انتوا محتاجين مني حاجه عشان اساعدكم؟ محتاجين كتب، محتاجين افكار، محتاجين ورش عمل. فبالتالي هوفر ليهم المعلومات اللي من شانها انها تساعدهم ان هم ياخدوا الخطوات الايجابيه. دي طريقه نداء، خاتمه نداء من اجل العمل. اخر طريقه ان انا طريقه الغلق. يعني ايه طريقه الغلق؟ زي ما انت قلت كده، ان انا اسال. سؤال، احنا يا جماعه استفدنا ايه النهارده؟ مثلا ده سؤال. خلي السؤال، خلي السلايد الاخير مفتوح، وارد. او اخد قصه من كده، اعتقد قصه هي اللي قالت ان انا ممكن الخص الموضوع كله في قصه، بحيث انها تفضل ثابته في اذهان الناس وتحافظ على استبقاء مستوى استبقاء المعلومه. او اقتباس، سواء ده من مقوله او حكمه، او ان انا اقدم بيان تمثيلي، فيديو او قصه معينه، قصه حيه ممكن تلهم الجمهور ان هم يتخذوا اي مسار للعمل بالشيء اللي انا اقصد بيه. فدي لها طرق مهمة وفعالة في العرض التقني. مفهوم؟ تمام كده؟ يبقى في الجزء الأولاني، الجزء الأول اتكلمنا النهاردة فيه اللي رسم الأول، اتكلمنا على بناء العرض التقديمي، قلنا عشان ابني عرض تقديمي همشي على 4 خطوات. ازاي ابني عرض تقديمي الاول؟ قلنا ان العرض التقديمي بيتكون من 3 خطوات اساسيه: مقدمه، جسم العرض التقديمي، وخاتمه. ازاي احط مقدمه؟ قلنا في كذا سيناريو للمقدمه. اهم هذه السيناريوهات ان انا يا اما اسال، يا اما احط قصه، يا اما ابتدي بحكمه او ببيان مذهل، حقيقه فاجعه، رقم يخوف، او خبرات الجمهور. الجا لخبرات الحضور، اسالهم ايه خبراتهم في الموضوع ده. دي مقدمه. بعد كده اتكلمنا عن تنظيم المحتوى. يا اما انظم المحتوى بتاعي او جسم العرض التقديمي، تنظيم مستوى الحل، في مشكله ووضح حلولها، او ان انا اقدم تنظيم زمني له علاقه بالتسلسل الوقت، او تنظيم سبب ونتيجه، او تنظيم مكاني، زي ما كده هيكل اداري، او تنظيم موضوعي، اللي هي مواضيع مترابطه ببعضيها، نقاط اساسيه وبيتطلب بعض الذات. وبعد كده اتكلمنا ازاي احط خاتمه. قلنا عشان اختم، يا اما ان انا اشير ان انا خلاص بختم وفي النهايه يا جماعه، او ان انا اشجع الفعل بالذات في العروض الاقناعيه، او ان انا الخص
ما قلته، او ان انا اعمل نداء من اجل العمل والفعل، او ان انا اغلق العرض التقديمي سواء بقصه او سؤال او بحكمه. او باقتباس او بيان تمثيل. طيب نشوى بنسال سؤال، ازاي نشجع الفعل؟ على حسب يا نشوى احنا بنتكلم فيه. لو انا بتكلم في عرض تقديمي، هل بشجعهم ان هم يذاكروا؟ فلازم ادي لهم حلول للمذاكره. هل انا بشجعهم ان هم يبقوا ناس مبادره؟ فلازم ادي لهم افكار للمبادره. ففي التشجيع ان انا مش مجرد ان انا ايه اشحن وان انا اديهم طاقه حماسيه كويس، بس لازم ادي لهم خطط واضحه للتنفيذ. شيماء بتسال عن المحاضره تصفها امتى؟ الماده بتاعه المحاضره يا شيماء موجوده في الجروب بتاعي على الفيسبوك. طبعا التسجيل اول ما بيخلص احنا بنرفعه على طول على الجروب، وطبعا في ملتقى الضل. اوكي؟ واضح؟ العب. كده الدنيا واضحة؟ هنعرف نعمل برزنتيشن ولا لا بالشكل ده؟ حاضر يا مايا. ده يا شباب برضك ادي بتاع الجروب بتاعي على الفيسبوك. تمام كده، ده الجروب بتاع شباب على الفيسبوك اللي فيه كل المواد العلميه بتاع سواء فيديوهات او الماتيريال نفسها، وده الاكونت الشخصي بتاعي للي حابب يسال او يستفسر باي حاجه ليها علاقه بالمحاضرات بتاعتي او في اي حاجه ليها علاقه بالتنميه البشريه. تمام، ناس بتسأل سؤال المهم الموضوع صح من الداخل، ازاي يتم معالجته؟ انت قصدك يا ايناس اللي هو المحتوى، صح كده؟ اللي هو جسم الموضوع او جسم العرض التقديمي. احنا قلنا يا ايناس انت بتستخدمي طريقه معينه من طرق العرض، يا اما ان انت تاخديها زي ما كده، هرجع تاني لطرق العرض او طرق التنظيم بتاع جسم العرض التقديمي. يا اما ان انا بعرض مشكله وبالتالي هستخدم تنظيم المشكله والحل، ان انا بعرض المشكله بكل ابعادها وبقدم حلول ليها، فدي طريقه. او لو انا مثلا بحكي موضوع ليه علاقه بالزمن، ليه علاقه بالتسلسل الزمني، ان في احداث حصلت او تطورات حصلت فبالتالي بعرض التسلسل الزمني بتاعها، دي طريقه. او طريقه السبب والنتيجه، ان في اسباب ادت الى حدوث نتائج فبعرض الاسباب وبعد كده بعرض النتائج، دي طريقه. في تنظيم مكاني، لو انا بعرض هيكل شركه هيكله في اي مكان فدي طريقه. كل دي طرق في العرض والتقديم. جميل. بعد كده بخش في نقاط تانية اللي هي ايه؟ اللي هو تنظيم الموضوع. يعني تنظيم الموضوع اللي هو زي اللي انا بعرضه دلوقتي يا ناس، ان انا بقول مواضيع بنقاط، في نقاط اساسيه، ولو في النقاط الاساسيه دي ممكن يكون فيها تحتها نقاط فرعيه، بعرض بهذا الشكل. اوكي؟ كده اعتقد كده جاوبت على سؤالك ولا لسه مش واضح؟ فانا الماده العلميه اللي انا جمعتها بعرضها باي تنظيم من التنظيمات دي بناء على الموضوع او الهدف الموضوع بتاعي. العافيه يا ناس. تمام كده؟ طب هنعمل ريفريش بس 5 دقايق كده نفوق، واللي عايز يشرب حاجة وكده 5 دقايق وهنبقى.
اوكي؟ 5 دقائق وهنرجع نكمل الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو ميكانيكية العرض التقليدي. تمام؟ فدول بتقول احيانا بحب اعمل لعبة في بداية العرض تخدم الموضوع، لكن بجد صعوبة في انواع اللعب دي ممكن تساعدني في اقتراح اسماء مواقع لهذا. ماشي يا فندوس، ممكن ابقى في الجزء الاخير خالص في المحاضرة هقول لك في مواقع ممكن تساعدنا في حاجة زي كده. اوكي، الجزء اللي فات في حد عنده اي استفسار في الجزء بتاع ان انا ازاي انظم العرض التقديمي، وازاي ازاي استخدم مقدمه، ازاي استخدم خاتمه، ازاي انظم المحتوى بتاعي او الجسم العرض التقديمي؟ الجزء ده فيه اي مشكله؟ واضح؟ واضح ليكم كلكم؟ تمام، ان شاء الله يا رب دايما. النص الثاني من النهارده في المحاضره هنتكلم عن ميكانيكيه العرض التقديمي. تمام، يعني ايه ميكانيكيه العرض التقديمي؟ طبعا هنتكلم عن الوسائل المرئيه موضوعين، ان انا ازاي استخدم الوسائل المرئيه اللي هي بالانجلش بنسميها فيجوال ايد، وازاي افهم هذه الوسائل المرئيه. طب يعني ايه يعني ايه الكلام ده؟ الاول ايه الوسائل المرئيه؟ تمام، انتوا عارفين ايه هي الوسائل المرئيه الاول؟ ها، حد عارف ايه الوسائل المرئيه؟ الفيجوال ايدز ايه هي دي؟ عباره عن ايه؟ فردوس بتقول فيديو، تمام. مايا بتقول شاشات العرض، تمام يا مايا. جنات بتقول فيديو، تمام يا جنات. صور متحركة، عمرو نشرة بتقول برضه فيديو، تمام. ها ايه تاني؟ يعني صح فيديو طبعا، صح شاشات عرض دي وسيلة يا مايا. صور متحركة، تمام يا عمرو، يعني برضك داخله في الفيديو. شيماء بتقول وسائل تعليميه، زي ايه يا شيماء؟ جنات بتقول داتا شو، تمام. السؤال يا عاصم، احنا بنقول يعني ايه وسائل مرئيه؟ يعني ايه هي الوسائل المرئيه اللي انا بستخدمها وانا بقدم العرض التقديمي بتاعي؟ جنات بتقول صور، تمام يا جنات. شيماء بتقول مثلا زي الافلام الوثائقيه، جميله شيماء. عمرو بيقول هو المفروض وسائل مرئيه ولا وثائق مرئيه؟ الاثنين واحد على فكره يا عمرو، هي بس اختلاف في الترجمه. تمام. عاصم بيقول كل فيديو متعلق بالموضوع، تمام يا عاصم. مايا بتقول او على الاقل وجود بورد للرسم او الكتابه عليها. هنا يا مايا انت بتتكلم على ازاي اعرض العرض التقديمي بتاعي، دي قصه اللي هو ازاي اعرض، لكن انا بتكلم هنا ايه هي الوسيله المرئيه اللي انا ممكن استخدمها جوه العرض بتاعي. تمام، اوكي، اعتقد سؤال واحد كوثر فيديو، تمام. نشأ تقول ممكن ينفع مثال تمثيلي يوضحه المحاضر. يعني ايه مثال تمثيلي؟ يعني قصدك مثلا تمثال مثلا او مكنه او جهاز صورة، يعني الغاز قلت ممكن يبقى صورة، تمام. محمد بيقول اتكلم على الوقف
واقفه او لغه الجسد، بس احنا هنا بنتكلم اكتر يا محمد في هنا مش بنتكلم عن بني ادم، احنا بنتكلم على البرزنتيشن نفسها، العرض التقديمي نفسه. تمام. اختبار بعيده قوي يا كوثر. تمام. طيب الاول عشان تبقوا هنتكلم انواع الفيديوهات صح، طبعا الصور صح، كان ايه الاجابات الثانيه؟ الباوربوينت، ما هي الباوربوينت هي نفسها، هي البرزنتيشن نفسها. تمام. لكن فيديو صح، صوره صح، مثلا شخصيه ممكن مثلا شخصيه معينه في موضوع علشان يوصل المعلومه، هنا قصه. لكن لو انا ممكن اخد صوره للشخصيه، لو انت قصدي كده يا نشوى، بختبر شخص ما يعني بعيده قوي يا كوس. طيب هنقول واحنا بنتكلم اول حاجه لازم عشان احط الوسائل المياه بتاعتي لازم اتاكد من كذا حاجه. المعدات، وده يمكن كانت مايا عماله تتكلم فيهم، اللي هو الداتا شو، السطوره، دي كلها معدات بستخدمها علشان اعرض الوسيله المياه بتاعتي. تمام. فلازم لو انا بستخدم داتا شو لازم اكون عارف ازاي استخدم الداتا شو. لو انا هستخدم كمبيوتر لازم اكون عارف يعني ايه كمبيوتر، يعني ازاي اشتغل بالكمبيوتر. تمام كده. لو انا هستخدم سبوره وهكتب عليها يبقى اكيد بعرف معايا اقلام ومعايا بيسموها ايه، بشاوره. تمام كده، ان انا همسح بيها وهكذا. يبقى معايا المعدات. الحاجه الثانيه الرؤيه. يعني ايه الرؤيه؟ يعني ما ينفعش اعرض حاجه مش باينه. تمام. يعني ما ينفعش اعرض صوره او اي شكل ما مش واضح. اوكي. يعني ده شيء مش مظبوط. فلازم طالما انت بتعرض حاجه يجب وانت بتعرض الحاجه دي ان انت تكون الحاجه دي مرئيه. تمام كده. يبقى لازم انت بتعرض حاجه مرئيه. طيب الحاجه الثانيه الصوتيات. لو انا بستخدم فيديو زي ما انتم بتقولوا كده، كان عاصم برضك كان بيتكلم على ان انا كل المعدات قبل بدايه التقييم دي موضوع، ده اكيد يا عاصم، ده مفيش جدال في حاجه زي كده. صوتيات، لو انا هعمل فيديو وفيديو فيه صوت او حتى موسيقى وفيها صوت، لازم ان انا اتاكد ان الفيديو او سمع الموسيقى اللي انا بعرضها، لان مش من الحكمه او مش من الصح ان انا اعرض حاجه مش واضحه للناس. ده شيء مطلوب جدا. كمان راحه الجمهور، انت تبعد اي حاجه ممكن تاثر على تركيز الناس. يعني مثلا ما يكونش مثلا انت بتشرح وفي دوشه حواليك، ما ينفعش تشرح وان في باب عمال يتفتح ويتقفل فبياخد انتباه الناس. ما ينفعش وانت بتشرح ان انت تبقى الدنيا مش منظمه، ان القعده مش مظبوطه، ان المكان مش يعني في تهويه كويسه. فحاول على قد ما تقدر وانت بتعرض تتلافى اي حاجه تؤرق راحه الجمهور. اوكي؟ تكون كل الامور تمام، مظبوط كده يا نشوى؟ مزايا الوسائل المرئية، أو ما يكونش في حفلة في الغرفة اللي جنبيك، صح؟ ده ما ينفعش، ده هيبقى هما مركزين في الأصوات والصوت العالي اللي بره ومش مركزين خالص في المحاضرة، فده مطلوب. طب إيه مزايا بقى الوسائل المرئية؟
اول حاجه انها بتزود وضوح الموضوع، انك لما بتحط صوره واضحه او فيديو واضح ده بيركز لك او بيزود الوضوح بتاع الفكره بتاعتك. كمان بيزود الاهتمام. اهو الجنفدوس بيقول ان هو بيجذب الانتباه وبيلخص الموضوع، مظبوط يا فدوس، ان هو بيزود اهتمام الناس بالموضوع. لما بتعرض فيديو، لما بتعرض اي صوره معبره عن الموضوع ده بيزود الاهتمام. زياده الاستبقاء، يعني ايه زياده الاستبقاء؟ ان انت تقدر تحافظ على مستوى المعلومه في عقول الناس، فده شيء مهم جدا. كمان بيزود المصداقيه، بيزود المصداقيه. كان شيماء بتقول ان هو بيوثق وبيثبت المعلومه، مظبوط طبعا يا شيماء. شيماء بتقول ان هو بيؤثر، بيؤثر اكيد بيؤثر بشكل كبير جدا جنات، لان لما بتجيب صوره او فيديو ده بياكد بشكل بيأثر بشكل كبير جدا 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 عليك. هرجع تاني، ويمكن ما اعرفش الناس اللي حضرت معايا المحاضره شافت الفيديو ده، تمام؟ نحاول احنا نعرضه تاني للي ما حضروش. ده فيديو بيتكلم عن واحد ما كانش محضر كويس، ما كانش عارف هو بيقول ايه، وبالتالي هو بيعرض كانت هذه هي النتيجه. هو مش مرتب، مش عارف يقول ايه، مش عارف يتكلم، الضعف ده في الحوار اللي هو عمله، صح؟ تمام. دايما بديكم الفيديو ده، ودايما هحاول انا افرجه لكم في كل محاضره عشان تشوفوا ازاي يبقى شكل الواحد وهو مش محضر كويس، مش عارف هو بيقول ايه، وبالتالي بيظهر قدام الناس بشكل مش مظبوط، تمام؟ طيب هبيجوا بقى شكل تاني من الخطابات، شكل مختلف تماما لواحد هو عارف هو بيقول ايه، عارف هو بيتكلم عن ايه، وازاي هو متحمس للفكره اللي هو بيقولها ومحضر كويس. شو بقى الفارق؟ Richtig Fokus, alles!
فيديو بس هو مش واضحه. اها احاول انا تعرف ان هو يطلع الحمد لله. طيب انا هحاول انزله لكم تاني الفيديو. تمام كده صورة في صورة في صورة تمام كده. طيب كل واحد في الفيديو شو ازاي بيتكلم هذا الرجل؟ وخلي بالكم هو بيتكلم في ورقه على مكتبه بس هو عارف هو بيقول ايه. مركز متحمس مش خايف. في مخزخة قوية شوفوا تطور الناس مع الوادي الأولى. هو بيتكلم عن المانيا واهميه المانيا ولازم المانيا وان احنا عندنا نطور البلد وهنا بقى يحسن بيته ان انا مش هسيب مكان الا لو انتوا في احسن مكانه وان المرتبات هتبقى بشكل كويس. In this way, an election campaign starts under the... شفتوا الفرق؟ شفتوا الفرق ما بين التو كاركتر دول؟ صح؟ شفتوا الفرق بين هتلر و بوش؟ ايه الفرق؟ فرق ما بين واحد هو عارف هو بيقول ايه، مكتب، هو محضر كويس، مدرب نفسه هو هيقول ايه، مرتب افكاره، ما عندوش مشكله في تسلسل الافكار، حتى ان هو كاتب هو قايل ايه، وبالتالي مفيش قلق، مفيش قلق، مفيش قلق، لا. اوكي؟ مقتنع بفكرته. على عكس بوش اللي هو اساسا مش عارف هو هيقول ايه. او عايز يتكلم في موضوع فالكلام هرب منه لانه ما كانش مرتب هو عايز يقول ايه. صح كده؟ فرق السماء والارض، مظبوط يا شيماء. وماهر بتقول فرق شاسع. طبعا فكره الثقه بالنفس يمكن قصه بتتكلم فيها وهو كبير جدا من شعره ان هو اتنعكش. طبعا الراجل اللي يهمه جدا مظهره بشكل كبير جدا. تمام كده؟ يبقى انا عرضت الفيديو وكويس ان حصل الموقف ان الفيديو ما كانش واضح في الفيديو الثاني بتاع هتلر ما كانش واضح. فحتى لما انت تيجي تعرض حاجه لازم تكون واضحه. السؤال انتوا اهتميتوا بالفيديو ولا ما اهتمتوش؟ يعني هو الحمد لله الفيديو الثاني الماني وما اعتقدش ان مش كل الناس هتعرف الماني، انا نفسي ما بفهمش في الالماني يعني. تمام؟ اوكي بس كان كله كان بيركز، على الاقل فينا اللي بيركز على الترجمه، فينا اللي مركز في الصوت، فينا اللي مركز في حركه الجسم، فبالتالي لما تعرض فيديو اعرض حاجه الناس تركز فيها. كل واحد بص في الحاجه اللي شدته. انا بصيت على الترجمه، غيري بص على حركه ايديه، غيري بص على الورقه المكتوبه على المكتب اللي كان بيقرا منها هتلر. اوكي؟ عاصم بيتكلم على طريقه الالقاء، شاف قد ايه ان هي طريقه الالقاء رائعه. تمام؟ كوثر بصت على لغه الجسد وصوته. تمام؟ وبالتالي ازاي بيحفز الناس. كلنا كل واحد فينا بص على حاجه. طالما ان كل واحد من الحضور بص على حاجه اعرف ان انت نجحت
في وسيله المرئيه اللي انت عرضتها. لكن لو انت عرضت حاجه وما لقيتش اي استجابه وما لقيتش ان الناس اساسا مهتمه بالموضوع او حتى ما علموش حاجه في مخهم، فاعرف ان انت استخدمت وسيله مرئيه خاطئه. خاطئه. اوكي؟ طب ازاي ادخل الوسائل المرئيه؟ تمام؟ ممكن استخدم الوسيله المرئيه في البدايه في المقدمه عشان اجذب الناس. هل تاني قلنا بحط ليه مقدمه عشان اجذب الانتباه، اخلي الناس تركز معايا. ممكن استخدم المساعدات البصريه بتاعتي وانا بسرد النقاط الرئيسيه علشان لو في فكره مش واضحه اوضحها اكتر، عشان لو في حاجه مش مفهومه تبان اكتر. كمان انا ممكن استخدم الوسيله المرئيه في تحسين الختام، سواء انا احط صوره بصريه تشد الانتباه او انا اظهر ملخص النقاط الهامه في العرض التقديمي، سواء بقى بشكل بياني بتخطيط معين. ممكن استخدم المعاينات البصريه بتاعتي انها توضح لي المعلومات الاساسيه في العرض التقديمي. اوكي؟ كنت شايفاك عندها اضافه بتقول ان هو يفضل استخدام العرض، صح يا جماعه؟ اوكي؟ طيب شيماء بتقول انه يفضل استخدام العرض التقديمي مع الطلاب الصغار مع نهايه الشرح حتى لا يشتت انتباههم. يمكن هنا شيماء بتتكلم على خبرتها مع الاطفال ان هو بتفضل انها تستخدم هنا بقى مش العرض التقديمي يا شيماء، وضح هنا اللي هو الوسيله البصريه، بستخدم الوسائل البصريه او المعينات البصريه في نهايه العرض عشان ما يشتتش انتباههم. دي طريقة واردة. تمام يا شيماء؟ إيه أنواع الوسائل البصرية؟ وعشان كده بس هرد على شيماء لأن الكلام ده مش مظبوط، لأنك أنت نفسك لو أنت مثلا مدرسة وبتشرحي للطلبة أنت بتستخدمي الوسائل البصرية في أثناء الشرح. لأن إيه هي بقى الوسائل البصرية؟ ممكن تكون أشياء ونماذج. أشياء ونماذج. ممكن تكون صور. ممكن تكون جداول. ممكن تكون رسومات. ممكن تكون مخطوطات بيانية. ممكن تكون أشكال بيانية. كل دي الصوت، صوت واضح؟ تمام. كل دي أشكال ونماذج للمعينات او الوسائل البصريه. اشياء ونماذج، يعني ايه اشياء ونماذج؟ ان انا مثلا بجيب نموذج او بجيب شيء بحاول اشرحه، مكنه مثلا، انا مهندس وبحط ميكانيكا، فممكن اجيب مطور عربيه واشرحه للطلبه. ده مطور. بشرح طيران، فبجيب الطلبه بتوعي وبركب الطياره وعلمهم الطيران. بتعلم سواقه او بعلم سواقه، فبجيب عربيه حقيقيه وبسوق قدام حد او اعلم حد ان هو ازاي يسوقها. ده شيء فعلي بستخدمه عشان اعلم او اعرف الناس ازاي هم يستخدموها وازاي هم يشغلوها. طب في حاله إن الشيء الحقيقي ده مكلف، يعني طيارة مثلا، أنا معيش فلوس كل مرة إن أنا أعلم الناس في طيران حقيقي، لكن أنا ممكن أستخدم نموذج مماثل للطيارة، زي ما في نموذج بيبقى مماثل للعربية، تلاقي في ناس كده بتتعلم السواقة على نماذج الأول، إزاي حاجة كده اسمها سيميوليتورز أو حاجة محاكي للعربية،
الواحد بيتعلم فيه او بعد كده بيتعلم على الحقيقه، او ممكن يكون الشيء الحقيقي او الكائن الحقيقي ده حش حاجه، كائن كيان زجاجي، فلو اتحرك من مكان لمكان ممكن يتكسر، او غير متوفر مش موجود. فهنا بلجأ لنموذج، نموذج بديل جيد، بديل ارخص، بديل ما مش هخاف من تكلفته لان هو كده كده. ممكن اقول زي الماكيت مثلا بتاع حاجه، زي اقول نموذج طياره او نموذج عربيه او نموذج موتور. دي طرق من الطرق اللي انا ممكن استخدمها. الصور، والصور ممكن تكون صور او فيديو، يعني صور او الفيديو بتعمل نفس المعنى، ان انا اجيب صوره لشخص حقيقي في موقف حقيقي، او فيديو لموقف حقيقي زي اللي احنا شفناه موقف هتلر وموقف بوش في عرض فكره. وبالتالي هنا بتدي اضافه للعرض التقديمي، بتركز في العرض التقديمي، او ان انا اجيب ملصقات اللي هي البوسترات، تمام، واعرض عليها الفكره بتاعتي. ده بالنسبه للصور. كمان غير الصور رسومات، سواء خرائط، يعني في التدريس مثلا ممكن لو انا بشرح حصه دراسات اجتماعيه او حصه تاريخ بستخدم بقى الخريطه عشان اعلم الاطفال او اعلم الطلبه، او استخدم رسومات. طبعا الخرائط بستخدمها عشان اظهر مكان او اوصف منطقه معينه او اظهر مسار سفر. الرسومات بستخدمها عشان اظهر شيء ازاي بيشتغل وازاي بيعمل. ممكن استخدم رسومات عشان اوضح كيفيه عمل شيء ما. كمان ممكن تديني التفاصيل الداخليه، لو انا مثلا بتكلم على تركيب الذره، تركيب النواه، لو بتكلم على الرسومات بتوضح معادلات كيميائيه او معادلات حسابيه، اوكي، فكلها رسومات ممكن توصل الفكره بتاعتي او التصور بتاعي. او بقى انا استخدم مخطوط بياني، سواء ان انا استخدم مخطط بالشكل ده، سواء بقى مخطط زي خرائط التدفق اللي هي عباره عن خطوات متتاليه، تمام، ده بشكل هندسي، او في التسلسل الهرمي ده لو انا بعرض مثلا هيكل شركه، او فبدل ما انا اكتب الهيكل في صوره كلام عادي، لا، ان انا ممكن استخدم الشكل ده، الشكل البياني ده، عشان بيبقى اسهل واستيعابه افضل. او ان انا ممكن استخدم بقى الشكل البياني او الرسومات البيانيه، سواء بشكل اعمده، لو انا بدل ما اعرض ارقام الناس اللي بتشتغل في التسويق او بتشتغل في البيع، بدل ما انا اعرض الارقام كده كارقام، وبالتالي استيعاب الناس ممكن ما يكونش عالي قوي، فلا، انا ممكن احول هذه الارقام او الاحصاءات الى اشكال، سواء في شكل رسم بياني في صوره اعمده، او في صوره خطيه، او في صوره دائريه، او بيسموها كده اللي هو فطيره، باي، بيسموها باي، باي يعني فطيره، تمام كده؟ طبعا اعمده لو انا مثلا بقارن حاجه بحاجه، شركه بشركه، منتج بمنتج، ماده بماده، فهستخدم الاعمده سنه بسنه مثلا. في الخطي انا بستخدم اللي هو تسلسل زمني او تطور نمو منتج. في الباي هنا بستخدم فكره الماركت شير اللي هو الحصه التسويقيه، يعني لو انا عندي مثلا كذا منتج او كذا سلعه وعايز اعرف اكتر حاجه بتبيع ايه، فلاقي مثلا ان قمع العسل بنسبه 30% مثلا من المبيعات بتاعتي، والتفاح 36% وهكذا. فدي انا ممكن استخدم الشكل ده او الطريقه دي علشان اوصل، بدل ما انا اكتب ارقام كتيره وبالتالي مش هيتم استيعابها بشكل كافي، لا، استخدم اي رسم
باين واضح كده؟ واضح؟ يبقى احنا عندنا وسائل متعدده في الاشكال البيانيه او الرسومات البيانيه. طيب المواضيع اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده هي فهم الوسائل المرئيه، ازاي اخلي الوسيله المرئيه دي مفهومه. الاول طريقه العرض، هل استخدم السبوره؟ هل استخدم الترانسبيرنس اللي هو الورق الشفاف ده بتاع زمان؟ هل استخدم شرائح؟ شرائح العرض؟ هل استخدم فيديو؟ هل هعرض على كمبيوتر؟ هل هستخدم ورق مطبوع اوزعه على الناس؟ طبعا بناء على امكانيات المكان اللي انت بتستخدمه، بناء على قدراتك انت الشخصيه، هل بتعرف تشرح على سبوره ولا بتشرح على كمبيوتر؟ كل واحد عنده ملكه وكل واحد عنده قدرات، ازاي تستخدم الطريقه المناسبه لتوصيل المعلومه المناسبه. شيء مهم جدا. ايه اللي تملكه وايه اللي انت متمكن منه فتستخدمه. هو ده المحاضر او المقدم للعرض الناجح. فعلشان كده وانت بتحط معين بصري هيساعدك او وسيله بصريه هتساعدك، لازم تكون وسيله بسيطه مفهومه واضحه، فيديو، صوره، رسم بياني، لازم تبقى كبيره بما يكفي عشان تتشاف. تستخدم الكلمات والعبارات التي تعبر عن هذا الرسم البياني. معنى بتقول ممكن نضطر استخدم احدهم لعدم وجود الاجابه الاخرى، اكيد يا مايا، هرجع تاني يا مايا، انما بستخدم ما يتاح لي. يعني انا مثلا مطلوب مني ان انا اقدم محاضره زي الفل، فجاه لقيت مفيش داتا شو، ما عنديش داتا شو عشان اعرض عليها. طيب يبقى هعرض على اللابتوب او هعرض على الكمبيوتر، وجه الشاشه للحضور. النور قطع، يبقى هشرح على السبوره. مفيش قلم اكتب بيه، يبقى انا ممكن يبقى معايا المحاضره مطبوعه واوزعها على الناس. اوكي؟ استخدم الطرق المتاحه في اللحظه المتاحه. يعني ما توقفش. المحاضر الشاطر هو اللي ما يوقفش. اللي هو لو الدنيا وقفت خالص لازم يجد مخرج علشان يؤدي الرساله بتاعته. اوكي؟ تستخدم الالوان المناسبه. لان في ناس، وده برضه خطا مهم جدا، انها ممكن تحط الوان مالهاش دعوه ببعض. اوكي؟ الوان متناقضه، الوان تخلي اللي قدامك كده يعني يقف، يعني تحس ان الدنيا مش مظبوطه. حاول انك تعمل تنسيق مطلوب. طبعا يا محمد يبقى في تنسيق مطلوب. وانا نصيحه ليكم دايما لما تيجي تعمل برزنتيشن ما تلعبش قوي في الخلفيه، خلي دايما الخلفيه بيضاء والعب بعد كده في المحتوى، هيسهل لك لما تيجي تحط رسمه تبقى سهل انك تحطها، لما تيجي تحط جدول سهل تحطه، لما تيجي تحط اي طريقه ما هتبقى عندك بسيطه، لكن هتصعبها وهتحط مثلا خلفيه بحر ولا خلفيه سحاب ولا خلفيه بطريق هتنزلق، هتظلم نفسك. خلي دايما الخلفيه بتاعتك بيضاء بيضاء، وحط بقى اللي انت عايز تحطه فيه. تمام؟ تقدر يعطل على الخيال، مفيش أي مشكلة. بالظبط. بيكاوز بتقول إن ممكن النص ما يكونش واضح، لا، أنا عندي أحط خلفية بيضاء وأكتب بخط أسود ومرتب بشكل جيد الكلام اللي أنا حاطه، الكلام يتقري، ما أحطش كمية كلام كتير قوي
فالناس ما تقراهوش، ما تعرفش تقرا او ما تقدرش تستوعبه، وبالتالي ده كله ده هيفشل. فلازم وانت بتحط سواء البرزنتيشن نفسها او المعينات البصريه بتاعتك انها تكون بسيطه كبيره عشان تتقري، واضحه، الوان مناسبه متناسقه، كل ده هيسهل عليك بشكل كبير جدا 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 افكار. الاهم بقى من كل ده ان انت لازم تمارس المعينات البصريه، ان انت تتدرب عليها، امتى تحطها وامتى ما تحطهاش، تستخدم فيديو ولا تستخدم صوره، تستخدم حكمه ولا تستخدم رسم بياني، تحطها امتى، في الاول ولا في الاخر ولا في النص، وازاي تشرحها. كل ده محتاج ممارسة. الممارسة هتخلي عندك القدرة انك تبقى عارف اي مشاكل ممكن تحصل بحيث ان انت تتلافيها. يعني سوري تتلافيها. يعني مثلا فيديو ما بيشتغلش، يبقى تعرف ايه البرنامج اللي يخلي الفيديو بتاعك يشتغل. لا الصورة مش واضحة قوي، فادور على صورة اكثر وضوحا. لا الجدول اللي انا حطيته ما كانش مفيد قوي، فهحط جدول اكثر افاده. تمام؟ وبالتالي هقدر بالممارسه ان انا اتنبه لاي مشكله. كمان انا لما بمارس وبتعلم وبعد كده ده بيديني ثقه. ثقه حوالين قدرتي، حوالين ادواتي، حوالين المادة اللي أنا بقدمها، ده شيء مهم جدا. طبعا خلاص تقول إن الممارسة هتساعدني إن إحنا نتعلم كل حاجة، ونشرب متأكد إن كل ده هيحصل في الإعداد قبل المحاضرة، ده أكيد. أنا لما بعد نفسي صح وأتمرن صح هقدر أقدم عرض تقديمي صح. هقدر أقدم عرض تقديمي ناجح. هقدر اقدم عرض تقديمي يخليني مبسوط من نفسي. كلها حوافز بتساعدني، بتديني ثقه، بتديني احساس بالنجاح. فده ملخص اخر جزء احنا اتكلمنا فيه، هي ازاي ان انا امارس المعينات المصريه. يبقى في الجزء الثاني كنا اتكلمنا في نقطتين، ايه هي الوسائل المرئيه وازاي افهم واستفيد من الوسائل المرئيه. وقلنا الوسائل المرئيه لازم تكون واضحه، لازم تزود الاهتمام، لازم تزود الاستبقاء، لازم تزود المصداقيه. وقلنا يا اما بحطها في المقدمه عشان تزود الجذب، او خلاها في النص عشان تسهل وضوح الموضوع، او خلاها في الختام عشان تثبت المعلومه اكتر. وقلنا انواع الوسائل البصريه، سواء الاشياء او النماذج او الصور والفيديوهات، او استخدم الجداول، او استخدم الرسومات، او استخدم المخطوطات البيانيه، أو أستخدم الأشكال البيانية. كل على حسب الاستخدام. وعشان أفهم الوسيلة المرئية بتاعتي الأول إزاي أعرضها؟ هل أعرضها على سبورة؟ ولا هل أعرضها على ورق شفاف؟ ولا هل هي شرائح؟ ولا هو فيديو؟ ولا هو عرض قائم في على الحاسوب مع بضاعة شو؟ ولا هو ورق مطبوع. واهم حاجه انها تكون بسيطه كبيره عشان تتشاف وتتقلي. استخدم كلمات وعبارات معبر عنها، واستخدم الوان مناسبه. وفي النهايه الممارسه الممارسه الممارسه. تمام كده؟ اتمنى من الله نكون استفدتم.
الله يجازينا كل خير يا رب. يا مايا العفو يا نسوة، الله يكرمك يا محمد، انتم الرائعون دائما، ربنا يجازينا كل خير يا عم. العفو يا كوثر، يا رب دائما يا فردوس، ربنا يجازينا كل خير. العفو يا عاصم، اتفضلي يا مايا اسألي. مش هي الدور، اكتب من الدعوة. حكيت بس الاول سؤال مايا، بتقول لما يكون الجمهور مستواه واحد مثلا طلاب معينين او موظفين مثلا، جميل، بيكون العرض اسهل تاكيد لان انت عندك نوعيه معينه من الحضور، تمام. هنا انت بتسالي هل في اسلوب التو اذا كان الحضور من جميع المستويات. ده سؤال جميل جدا يا مايا، يمكن احنا كنا تطرقنا للموضوع ده في المحاضره الاولى. لو انا عندي ناس مختلف الثقافات، مستويات اجتماعيه مختلفه، مستويات اخلاقيه مختلفه، فقلنا عشان ان انا احلل هذا الجمهور لازم اعمل حاجه من الاثنين، تمام. الحاجه الاولانيه ان انا اسال، وانا بحضر للبرزنتيشن وانا بحضر الكمبيوتر وانا بحضر اللاب بتاعي، ابتدي اسال كده اسئله افهم طبيعه الناس اللي موجوده دي، علشان لما اجي اقدم بقى، عشان لما اجي اقدم ابقى عارف اخاطب كل واحد بعقليته ازاي. يعني لما ادي امثله، ادي امثله تتعلق بكل شخصيه على حده، بحيث ما حسيتش حد ان انا مش بخاطب. دي طريقة الأسئلة قبل إن أنا أبتدي خالص المحاضرة، اللي هي دردشة. بالشكل ده هفهم طبيعة الناس. أو ألجأ لطريقة تانية خالص، إن لو في ليا زميل أو ليا زميلة هي إدت محاضرة لهذا الحضور أو إدت عرض تقديمي لهذا الحضور، فممكن أستفيد منها في التعرف على الشخصيات ديت وطبيعتهم ازاي؟ هل هم مجموعه متجانسه؟ لا، هم مجموعه فيها مشد وجذب. استيعابهم عامل ازاي؟ لا، ده في فلان وفلان استيعابهم اقل شويه، فممكن اخد هذه المعلومات واستخدمها وانا بعض. فدول الطريقتين الاسهل او الانسب يا مايا ان انا ازاي اعالج هذه المشكله. تمام كده؟ واضح؟ ولا في حاجة مش واضحة؟ ايه مثال الأسئلة؟ يعني مثلا أنت هتتكلمي عن موضوع مهارات التواصل مثلا، فممكن تسألي سؤال، يا جماعة أنتوا مثلا أنتوا ليه جايين النهارده تحضروا محاضرة في مهارات التواصل؟ هتلاقي في واحد يقول لك عشان انا عندي مشكله اساسا في مهارات التواصل، انا ما بعرفش اتكلم اساسا مع الناس. واحد تاني يقول لك لا، انا شغال كويس وبعرف اتواصل كويس، بس انا عايز اطور التواصل عندي. الحاجه او واحد تاني تقول لك بصي انا بعرف اتواصل مع اصحابي كويس، لكن ما بعرفش اتعامل مع مديري. هتلاقي اجابات مختلفه. وبالتالي عرفتي من هذه الاجابات كل واحد جاي ليه اساسا. وبالتالي وانت بقى بتوجهي محاضرتك وانت اوريدي محضره كويس ومذاكره كويس، انت هتقولي ايه؟ هتعرفي في النقطه دي هتخاطبي مين؟ وفي النقطه دي هتخاطبي مين؟ ده هيخلي الحضور مركز قوي معاكي. وضحت؟ جميل. فاطمه كانت، ثواني هرجع تاني، فردوس، اسف يا فردوس. فردوس كانت اسال مواقع او كتب، في اي حاجه يا فردوس؟ لو انت تسالي على
كتب ليها علاقه بانهي موضوع، لان النت في كل حاجه دلوقتي يا فردوس. فمجرد انك تخش على جوجل وتعملي سيرش معين هتبقى تنزلي كل حاجه. لو انت هستاذنك بس تقولي لي ايه الموضوع تاني. للالعاب، في مواقع متخصصه انا هحاول اجيبهولك دلوقتي، تمام؟ بتاع اللي هي الالعاب الفكريه، تمام؟ وده بنطط على حسب الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، اوكي؟ يعني في مواقع، يعني مثلا في العاب ممكن تستخدميها تاخدي فكرتها مثلا من الحاجات دي. ده مثلا موقع العاب للاطفال مثلا، بس العاب فكريه ممكن تستخدميها، تمام؟ وفي تعليميه، وده موقع حلو جدا يا فردوس، هحاول ابقى احطه لك دلوقتي على الشير. كتب يعني ما مفتيش عليكي، انا ما يعني ما اعرفش كتب ليها يعني بتتكلم في الحته، بس بيبقى في اماكن. انا مش عارف انت من القاهره ولا لا يا فردوس، فلو انت من القاهره في العاب تعليميه او كتب. تمام. يمكن محمد ممكن يساعدنا في حاجه زي كده، هو عنده موقع كتب رائع جدا. هي بس بيركز على موقع العاب اطفال وكتب العاب اطفال يا محمد، فيا ريت لو انت في هذا الموقع ممكن تحطه على اللينك على الشات بتاعك، تمام؟ ما شاء الله، ربنا يخليه لك يا محمد. ربنا يكرمك يا شريف على دعوتك الحلوه دي. بس محمد يحط بس اللينك ان هو عشان فردوس. طب حد تاني عنده اسئله؟ اهو الموقع اهو. شكرا يا محمد، ربنا يجازيك بخير. تمام. اوكي طيب، ها مين حد تاني عنده اسئله؟ ربنا يجازينا كل خير يا تكنيكال سبورت. ها مين تاني عنده اسئله في محاضره اليوم؟ الله يكرمك يا توصل، يا رب دايما يبقى كلير. الله يخليك يا احمد، ربنا يجازينا كل خير يا رب. العفو يا شيماء. تمام كده الحمد لله، الدنيا تمام مفيش اي مشكله. هرجع تاني، ده الموقع الجروب بتاعنا على فيسبوك، للي عنده أي استفسار أو تساؤل أو أول مرة ينضم لينا المرة دي، فده الجروب بتاعنا على الفيسبوك، تلاقوا فيه المادة العلمية بتاعت النهاردة،
ربنا يكرمك يا محمد، ربنا دايما كده يشوفك في صحة وسعادة يا رب. وده الاكونت الشخصي بتاعي، اللي عنده اي استفسار او عنده سؤال او اي حاجة ليها علاقة بالموضوع، سواء في الكورسات دي او الكورسات السابقة. تمام تمام يا مايا، تلاقيك مستعجلة على كده. لا هما اللي بيقيموني يا مايا، انا تمام. هو الشباب هيبعتوا لكم دلوقتي استمارة التقييم. ماشي طبعا، ده شرف ليا يا مايا. كده كده بحط بحط لكم ساعات، بحط كده بول كده على الجروب للتقييم. طبعا اي استفسار او اي حاجه مش عاجباكم قولوا، ما عنديش اي مشكله طبعا. الله يكرمك يا محمد، يا المحاضرات دايما ضايعه دي. تمام، اتمنى اشوفكم على خير. المحاضره اللي جايه محاضره مهمه جدا جدا جدا، هنتكلم فيها ازاي اتغلب على الخوف واقهره بالذات وانا بعمل محاضره تام بالناس. ده هيبقى فحوى المحاضره القادمه، ازاي اتغلب على الخوف، ازاي احضر نفسي وانا بألقي المحاضره، ازاي القيها بدون اي تردد او بدون اي قلق. ده ان شاء الله هيبقى محور حديثنا في المحاضره القادمه باذن الله. اشوفكم على ايمان الرب بخير، واشوفكم دايما في صحه وسعاده. المحاضره الجايه مش تبقى الخميس الجاي، لان كل واحد هيعيط بقى واللي هياكل لحمه واللي هيظبط حاله. فان شاء الله الخميس بعد القادم هيبقى المحاضره الثالثه في الكورس. تمام، كل سنه وانتم طيبين، عيدوا انبسطوا فسحوا. تمام، تعالوا في اللعب بنلعبها. تمام، خلينا نستفيد بقيمه في اخر اللعبه. حلوه يا فردوس الفكره دي. فيارب عايزكم تنبسطوا، تفسحوا، اخرجوا، يعني اعملوا كل حاجه حلوه في حياتكم. تمام، ويا رب كده دايما في صحه في سعاده دائمه ابدا يا رب العالمين. تمام، الله يكرمك يا رب. تمام يا كبس، تمام يا مايا. يا رب ربنا يجعلنا في زاد حسنات جميعا يا رب. واشوفكم دايما بصحه وبسعاده، و يلا هضطر اسيبكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.